بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم جميعا، معكم محمد أحمد من قناة فيكراس. فيديو النهاردة هو توضيح للنتيجة اللي وصلنا ليها في سلسلة السمارت هوم بعد ما اتغلبنا على كل المشاكل إن شاء الله اللي قابلتنا. يعني هيكون فيديو تحفيزي هنوضح فيه النتيجة اللي وصلنا فيها لثمرة التعب اللي عملناه في الفيديوهات اللي فاتت، عشان إن شاء الله هنوضح لكم كل التفاصيل دي في الفيديوهات الجاية إن شاء الله، كل مشكلة حليناها إزاي في فيديو منفصل. وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم، يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومه لحد محتاجها. تابعوا معنا. نبدا على بركه الله. دي لوحه السمارت هوم التصميم الثاني الخاصه بينا ان شاء الله، هنوضحها في فيديو منفصل طريقه التجميع وايه المكونات بتاعتها، وطبعا هنحط لكم الرابط الخاص او الجيربر، ملف الجيربر الخاص عشان تقدروا تطلبوها او تنفذوها انتم بمعرفتكم. زي ما واضح ممكن تعتمد على اس بي وات ميجا خاص بالاردوينو اونو. تمام، دي طبعا الريلهات والمقاومات والات ميجا اللي معناه، والكريستال 16 ميجا هرتز وال2 بي اف 22. طبعا ده سيرفو ونعمل حسابها للسيرفو، ممكن نستخدمها في حاجات تانية كتير، والاي زيرو عشان نشغل المفاتيح. تمام، طبعا درجة الحرارة والرطوبة عاملين منفذ الاتنين، وطبعا الار جي بي عاملين لها مخرج 3 بنات تقدر تستخدمهم مفاتيح، وفي نفس الوقت تقدر تستخدمهم ار جي بي. والروزيتا دي خاصة بطرف الموجب، مجمعين فيهم طرف الموجب والدخول الكهرباء الموجب والسالب وفيوز ومفتاح، وطبعا دايرة تنظيم التيار وكباستور زي ما واضح امامكم. ومعانا هنا 12 منفذ 12 مفتاح، نقدر نشغل 12 مفتاح. تقدر طبعا تستخدم او تقدر تعمل تغيير زي ما انت حابب في الدايره دي. ودي طبعا ال LED الار جي بي اللي موجوده معانا اللي هنوضح عليها. ومعانا لوحه الريلهات التصميم الجديد بتاعنا. طبعا التصميم ده موجود معاكم من زمان، تمام، لان هو اللي انا كنت حطيته اسفل الفيديو، ده غير التصميم اللي كان موجود عندي. طبعا فيها دايود وده محول 12 فولت، ادابتر 12 فولت 2 امبير هنشتغل عليه وهنوضح عليه في فيديو النهارده. هوصل الكهرباء 12 فولت على بركة الله وهننتظر ثواني. وهجيب الموبايل معايا عشان نبدأ نعمل اتصال عليها ونعمل كونكت عشان نقدر نغير حالة البنات او نتحكم فيها زي ما احنا حابين. زي ما واضح امامكم رجعت للحالة بتاعت الار جي بي على طول، انا كنت قافل كل المفاتيح، لان احنا في الفيديو ده هنوضح ان احنا حافظنا على حالة المفاتيح بعد رجوع التيار الكهربائي. هفتح التصميم بتاعي اللي هو البيت الذكي، ده التصميم اللي معايا، ده السيرفو عشان اقدر اقفل الابواب بتاعتي من الداخل، وده دور ستاتيوس هنحط عليه طرف، طبعا على الطرف الديجيتال، على اي طرف ديجيتال هنستخدمه او حتى لو طرف انالوج، بحيث ان احنا نعرف حالة الباب مفتوح او مقفول عن طريق سويتش. وده طبعا لفتح الباب مجرد زرار بريس كده، هتضغط عليه يفتح الباب وهيديك الحالة بتاعته على التليفون. وده للنور اللي موجود فوق الباب او النور الخارجي اللي موجود فوق الباب الخارجي في البيت، عندك تقدر تتحكم فيه زي ما واضح امامكم. طبعا في اشعار جنب كل مفتاح بيوضح حالة المفتاح في الوقت ده ايه. ودي درجة الحرارة والرطوبة 14 درجة و 14 درجة مئوية و 62 نسبة الرطوبة. وده طبعا ال RGB نقدر نتحكم في اللون اللي احنا حابينه بالشكل ده. طبعا كده مش واضح عشان الإضاءة، هنخليه مثلا على الأرضية بتاعتنا بيضة إن شاء الله يوضح لنا اللون. هنغير اللون زي ما انت حابب. طبعا اتصال على النت، فطبعا تغيير الألوان مش هيكون لايف بمية في المية، يعني مش هيكون بس حي، يعني هيكون واضح معاك، بس هو في تأخير لأن احنا شغالين عن طريق الإنترنت مش شغالين عن طريق الشبكة المحلية. لو شغال عن طريق الشبكة المحلية طبعا، واحنا وضحنا ازاي تقدر تغير ده في برنامج ريموت اكس واي، هتلاقي الموضوع معاك مجرد ما تغير اللون بيتغير معاك، بس انت تقدر تحدد اللون على الموبايل هيظهر معاك ان شاء الله في الطبيعة. ودي طبعا التصميم ليفنج روم وصالون، مفتاح الصالون تقدر تفهم مفتاح، وكل غرفة فيها مفتاح زي ما واضح ممكن، طبعا جنب كل مفتاح زي ما وضحنا الحالة. وده الكيتشن المطبخ معانا نور اللايت والووتر بامب مضخة المياه أو محرك المياه موتور المياه. هنفصل الكهرباء من هنا، مش نفصل الكهرباء من هنا، خلينا نفصلها من المفتاح، الدايرة بتاعتنا فيها مفتاح. هفصل الكهرباء وارجعها تاني عشان نشوف حالة المفاتيح اللي معانا، واقفل البرنامج طبعا. طبعا الحالة بتظهر معايا في المفاتيح بعد ما افتح البرنامج، يعني بعد ما نركب المفاتيح ان شاء الله وهنعمل فيها تغييرات ان شاء الله هتظهر معانا حالة المفاتيح على الموبايل. انا سرعت بس عشان الوقت معانا ما نكررش تاني. فتحت باللون اللي احنا كنا محددينه،
في الار جي بي زي ما واضح امامكم، والمفاتيح اللي كنت انا فاتحها رجعت تاني معايا زي ما واضح امامكم. وحالة السيرفو كمان لو انت مركب السيرفو او لو انت مش حابب تستخدم السيرفو، طبعا التصميم هنوضحه ونخليه اللينك بتاعه الخاص بيه موجود اسفل الفيديو عشان تقدر تغير التصميم زي ما انت حابب في الدرس اللي هنوضح فيه الكلام ده. كل المفاتيح هتلاقي الحالة بتاعتها زي ما هي، وده طبعا كده نعتبر ان شاء الله انتهينا من الدايرة دي خلاص، ما عادش فيها اي مشاكل وحلينا كل المشاكل تقريبا مع ريموت اكس واي. وان شاء الله هنعمل فيديو منفصل تاني، هنعمل سلسلة تانية هنوضح فيها التحكم ببرنامج أليكسا إن شاء الله عن طريق أليكسا والتحكم الصوتي، وبرضه كمان برنامج أليكسا حلنا كل المشاكل اللي كانت مقابلانا في حالة المفاتيح والرجوع للحالة بتاعة المفاتيح بعد انقطاع التيار وعودته تاني. تمام، البرنامج فصل لأن فقدنا الاتصال بعد ما فصلت البوردة أو اللوحة اللي معايا بالشكل ده، وهننتظر رجعت الحالة زي ما هي. هفتح البرنامج وزي ما شفنا انا كنت مغير مفتاح السيرفو، هيرجع لوضعه زي ما كان انا كنت مشغل مفتاح السيرفو واقف على الوضع او الحالة اللي انا كنت مثبته عليها. تمام، اظن كده ان شاء الله حلينا كل المشاكل وكل اي حاجة كانت مقابلانا ان شاء الله قدرنا نحلها. طبعا اللوحة معاك تقدر تغير اي حاجة، مش شرط تركب مفتاح او مش شرط تركب حساس حرارة ورطوبة، تقدر تركب اي حساس انت محتاج تركبه في البن رقم 2 او ينفع يشتغل في البن رقم 2، او تقدر تركب مثلا حاجة بتشتغل على الديجيتال على الاشارة الديجيتال. وطبعا حالة الباب تقدر تظبطها على البن اللي انت حابه. هنوضح الفكرة كلها وازاي تقدر تعدل في الكلام ده، وكمان هنسيب لكم الكود ان شاء الله لما هنوضح كل ده في درس منفصل. لو في اي استفسار ان شاء الله تقدروا تسيبوه في التعليقات، لو في اي توضيح او اي حاجة احنا ما اخدناش بالنا منها تقدروا تسيبوها في التعليقات، وان شاء الله هنهتم بيها وهنحاول ننفذها معانا في الشرح. ولو كان في مشكلة قابلتنا او مشكلة قابلكم هنحاول نحلها ونوضحها في الشرح ان شاء الله. وكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات. ما تنسوناش من صالح دعواتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.